ورجعنا عبيت الدين ورجع اسم الرحابني يزين هالمهرجانات. عمر الرحباني من جيل الرحابني الثالث، موهبة الشابة قررت تحتفظ بإرث الفني مع التمرد اللي بيتماشى مع عصر اليوم. عمر الرحباني شخص رحباني طالع من هالبحر الكبير، وكل إنسان بالرحباني عنده نهجه وعنده طريقته الخاصة وعنده استيله المعين. إذا بدك عمر كمان عم يخط لحاله هالستيل وهالنوعية جديدة. كل التركيز كان مصبوب على هيدي الليلة، توقعات عالية على قد قدرات وموهبة عمر، ولكن لمهرجانات بيت الدين وهرة لا يستهان فيها. في ستريس كتير كبير، بيت الدين مش مصحة، وفي حماس كمان لأنه بيت الدين صرنا مش شهر وشهرين عم نشتغل، صرنا سنين عم نشتغل تنوصل لهون، وإن شاء الله خير. هيدا تالي جيل طبعاً عم نستقبله ببيت الدين، والفرحة كبيرة بقلبنا. للحقيقة حنكتشف اليوم أعمال ومن تأليف عمر الليلة، بقى حنكتشفها كلنا سوا، وبتصور إنه في إشياء رائعة جداً متشوقين إنه نتعرف عليها. من ألبومه باسبور وأغاني مجددة من ريبرتوار الرحابن العريق، عمر الرحباني بلا أي شك قدر يحجز لنفسه مكانة محلية وعالمية بتزيد من مجد الرحابن.